السلام عليكم، معكم أحمد الريس في درس جديد. اليوم راح نحكي عن موضوع كيف ممكن نحول شغلة أو فيديو عندي من وضع النهار إلى وضع الليل. طبعا هذا راح يستخدم تأثير لإنتاج هذه الصورة. هاي عندنا هذا المشهد، تمام، راح نحوله لليل بدل ما هو نهار. أول حاجة بنروح على فيديو إفكت كولور دايركشن، في عندنا الكولور بالانس، باخده بحطه هان في الكنترول، نيجي على طبعا بالمشهد الليلي تقريبا بيكون جاي على شوية إزرقاء، فإحنا حنحاول أن نغطي أو نقلل من الألوان التانية اللي هي الريد والجرين. طبعا احنا عارفين في عندنا ريد جرين بلو، فإحنا حنقلل من الريد والجرين. نيجي عند الريد، هاي سالب 50، سالب 50، نيجي هاي أول شغلة بدي أعملها. الشغلة الثانية بدي أجيب تأثير برايتنس أند كونتراست، بحطه كام مرة هان، ونيجي هان نخفف لسالب 50 مثلا، الكونتراست لسالب 50 بالشكل هذا زي هيك. بعديها في عنا كمان تأثير ممكن نستخدمه، اللي هو تأثير تنت، تمام، نحطه هان ونعطيه له درجة 50 للنصف زي هيك. بالشكل هذا لو اجينا نشوف الفيديو هذا عندنا، هنلاحظه صار ايش؟ مبين انه تصوير ليلي مثلا، او انه في مشهد في الليل. نيجي نشوف قبل وبعد، هاي لو اجينا هان، هاي وين الفيديو؟ تمام، ونحطه هنا. هاي قبل وهاي بعد زي ما انتو شايفين، هذا في النهار وهذا ممكن ايش تصوير ليلي على سبيل المثال. طبعا انا جربت هذه على كذا فيديو، تمام، وكان الاشي يعني ممتاز، انه كان القيم هذه اللي انا حطيتها توي يعني ظابطة على كذا فيديو. عندنا حنشوف كمان كيف ممكن لو جبنا كم فيديو على سبيل المثال، فيديو تاني، تمام، خلونا نجيب من مثلا من هان، خلينا نشوف هذول. هيا على سبيل المثال ناخد هذا الفيديو، في فيديو عن هاي، هذا الفيديو هاي زي ما تشوفين عندنا هذا المشهد. لو جينا وحطيناه هان، ونيجي هنا ونعمل ايش؟ نفس النظام، هاي color balance، هاي سالب 50، سالب 50، سالب 100، سالب 100، هاي سالب 50، سالب 50، نيجي brightness and contrast، وهاي سالب 50، هاي سالب 50. طبعا الكونتراست بدناش نخليه كتير، سالب 50 درجة. بعديها على التنت عشان نعطيه شوية معلومة، وهاي ايش؟ 50 بالشكل. زي ما انتو شايفين مشهد اتحول عندي لايش؟ لمشهد ليلي. نيجي نشوف قبل وبعد، هاي هذا ايش؟ في النهار، وهذا ايش؟ في الليل. هذا موضوع اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. يعطيكم العافية.